الليلة لقاء خاص مع الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام للحديث عن الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء وتاريخ الصمود والحرب والسلام. كما تستضيف دكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية للحديث عن مشروعات التنمية والتعمير خلال العشر سنوات الماضية لتنمية سيناء. افتح باب قلبك مع أميرة بهي الدين الليلة الساعة 11 مساء على CBC.